هذه مدينة كالي جنوب سريلانكا. هناك بعض المسلمين يسكنون في هذه الأماكن، ويسكن البوذيون والهندوس والمسيحيون. البحر نظيف، تهب من جهة البحر الرياح موسمية. السائحون يعثون إلى هذه الأماكن الجميلة الرائعة من جميع أنحاء العالم، ولا سيما من دول الخليج. المحلات التجارية للبوذيين والمسلمين والهندوس والنصارى الذين يعيشون في هذه الجزيرة بالسلام والاستقرار. بعد انتهاء الحرب التي استمرت أكثر من 30 سنة بين قوات النمور والقوات الحكومية، بعد انتهاء هذه الحرب خيم السلام في كل أنحاء سريلانكا. هذا غول مونسيبال كونسيل، المجلس البلدي في مدينة غول. هناك معبد بوذي، هذه حديقة عامة في غول في مدينة غالي.